هما معارك باش تبدا باش نراوها في تونس باش تبدا بشويه بشويه. انا كعبيد عندهم ثم لوبيات اليوم قاعده تفك في اراضي الناس. نظلنا وتبثنا براينا وبحقنا. عار علينا في تونس باش نستوردوا التبن ونستوردوا القرد. باش يكون قرارك من راسك لازم خبزتك تكون من فاسك. هذايا يا ناس لا ديليتي نتاعنا لازم نحافظوا عليها. في مقابل ان الدولة هي بيدها مسكرة على صغار الفلاحين في انهم يزيدوا حتى 3 متر. إذا كانك أنت خبير تطرح السورية مريين فلاح هذا شو هو؟ الوضعية نتاع صغار الفلاحين وضعية بائسة جدا، براتيكمون ما عندهم حتى شيء، ما لا تجهيزات لا إمكانيات لا تقدر تكون من دولة وإلا من حاجة توقف معك، معناها يلزمك تعتمد على مجهودك الذاتي باش توصل تخرج معك بالطريقة هذه. بالنسبة للفلاحة في الصغار في منزل بوزين تقريبا نفس الوضعية للفلاحة كلهم، نفس المعاناة في الماء، نفس المعاناة في حفرين الأبيار، نفس خاطر ثم مشاكل تقريبا متعودة على الفلاحة كل، على أنه الماء بعد، على أنه وضعية الأراضي غير مسجلة باش تمطر، زيد المنحل كلها الموجهة للتيتر صغار الفلاحين. ما تنجمش تتمتع بها، ليش؟ خاطر هي اساسا نجمها فلاح كبير. كيفك فلاح؟ نحكي معناها على اساس ان نعرف الجهه وبالفلاحه. صفتي كفلاح لاني ما بديتش من الاول فلاح، يعني كنت قبل من اللي خرجت من التعليم خرجت اولا ليبيا وبعدين تعلمت شويه صنعه في الشركات البتروليه ودخلت الشركات البتروليه كعامل وبعدين استمريت في الخدمه هذه ما يقارب 25 عام في شركه بترول. الخدمه طبعا كانت باهيه باعتبار ان كشهريه كمردود مادي كشتم، لكن بعد الثوره صارت الاختلاط في الشيء هذا واصبحت كل جهه لما تخدم الجهه نتاعها وما عادش الخروج للخدمه. عمل عمر تقدم شويه والعائله كبرت حبينا تو نرجعوا للفلاحه. الارض في الجهات هذه وفي الوحده هذه صعيبه. صعيبة من ناحيتين، الناحية أولا كأنت باش تطبق الأرضية على أنك تكون فلاح في الجهات هذه مش بالسهل، لأن الأرض عندنا ثلاثة ولايات من الصعب ومن الصعب جدا أنك أنت باش تنجم تاخذ فيها شهادة ملكية معرفة، لأن الأراضي هذه حوز والحوز هذا في الجهات هذه من الصعب أنك أنت باش تنجم تاخذ فيه معناه إثبات أنك أنت إلا عن طريق مجلس التصرف، والمجلس التصرف الموجودة في الجهات هذه راهي تكون عن طريق البلاد وعن طريق عروش وعن طريق واحد وتصير منها باش نجم يعطيك الوثيقة تثبت لك أن عندك قطعة أرض في رد مرة. نسكن في الدخيلة ما عنديش معناها مساحه كبيره في داري 400 متر، الفلفل الطماطم البصل كله نزرعه في جنينتي، ناكلوا الخضره من عندي على ما غرامي بالفلاحه مخليه اكثر التراب ابيض وعملته جنينه ونزرعه وناكل من جنينه نتاع داري. انا صباح كي نقوم من نومي ما نجيبش نمشي نصلي قبل ما نمشي نصلي، نتوضا ونتعدى ديريكت الجنينه، نعمل ربع ساعه وانا في الجنينه وبعد تالي ندخل نصلي. المعركة نتاع الدخيلة
بديت باعتصام سلمي كانت أسبابه اللي كان الشباب رافض البطالة وبرصة نساء قاعدة تخدم في الفلاحة بعيدة على منطقتها تمشي لولايات بعيدة. معناها الجماعة اللي كونوا لازم تكون عنا احنا عنا منطقة فلاحية أراضي دولية موجودة لكن ما ناش نستغلوا فيه مصالح المنطقة هذيك. الحل الوحيد للجناح انه انك تحفر واحد. احفرنا البير بالباله بالفيس حبل جراره كل الادوات اللي لازمه معناها باش تحفر ارض مكاسحه شوي. لازمك فيس لازمك الماسة الكبيره باش خاطر الارض كاسحه بالحق معناها حاشاك دابه تجبد زيله وحبل وجراره ونسيت سويت. مانيش بالسهل انك انت باش تجي الارض وتكون نجم تصنع منها تولي لك واحد تاع نخيل ولا شيء. لان الارض اولا التراب عندنا زحف رمال وهذا صعيب باش يكافح فيه الفلاح. عندك لابار الماء كدولة تخرج لك بير ماء لواحة كاملة والبقية كلها عن طريق كاهل الفلاح خلص تخرجها واحدة. فينا تقريبا عام كامل نهار نحفر ونهار طلع التراب نهار معنا عام كامل 12 شهر باش وصلنا كملنا ديجا الميدة كل تقريبا كل عام تبعد نحن وصلنا طلعناها على 34 متر في عام. في اليوم تقريبا في منطقة صغيرة موجود أكثر من 50 فلاح عاود معناها حفر في البير نتاعو باش يجيب الماء معناها والماء هذا تشوف فيه حتى ورايا مشهد معناها إذا خصلك معناها على 55 متر والماء تقريبا ضعيف جدا ضعيف معناها ما يخدمش هذا ما يخدمش فلاح. بدون ماء ما يعيش شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي بلا ماء ما يجي شيء والماء ضروري. لكن الماء ما عادش الماء الموجود الكيفية القديمة لأشياء ياسر منها استعمال المفرط لشركات البترولية الموجودة في الجهة شركات بترولية معناها بأعداد كبيرة وهي قاعدة تستعمل في المياه بصفة كبيرة وهذه من بين الحاجات اللي تنقص لك من موارد المائية الموجودة في الأرض. تم استهلاك كبير متاع ماء متسبب فيه مستثمرين متاع الفلاحة اللي يستهلكوا في الماء بكمية كبيرة ياسر. بسبب كبيرة مثلا نحن في المنطقة هذه عندنا مستثمر ما نحبش أنا نستعملها كم مستعمر تقريبا هو مستعمر في لعمة وانت مستثمر خاطر لما إنسان يجي يحوز لك على 1200 هكتار منها 600 هكتار غارسها زيتون سقوي ما بعد مثلا 20 سنة انت باش تلقى الارض هذيك باش تلقى مادة مائية ما تماش فارغة ما عندكش ماء وهذا على نشوف فيه تأثيراته على صغار الفلاحين لأنه هو سيد معناه عنده ابار عميقة ويحفر والدولة ما رخصت له في مقابل ان الدولة هي بيدها مسكر على صغار الفلاحين في انهم يزيدوا حتى 3 متر. الارض هي اول حاجه ودولة بلا ارض ما يجوش. اذا انت ما عندكش ارض ما عندكش وين توقف كشخص بحد ذاتك. لو كان ما عندكش ارض انت ما عندكش وجود لانك ما عندكش وين توقف بحد ذاتك. الارض هي الاولى والتشبث بالارض هذا اي بشر او كائن حي يعيش على قطعه لازم يعيش على قطعه ارض. الفكره كيما عملنا حتى شيء بالاعتصام باش نخرجوا المستثمر هذيك وناخذوا وتتفرق الارض الكبيره هذيك فما مقاطع صغيره نتاع الدوله وكانت مهمله خممنا باش نستثمروها احنا لرويحنا حتى لين الدوله تاخذ قرارها في الحكايه هذه. كل حد خذ مقطع صغير وبقينا نستثمروا فيه. انا خذيت مقطع برسك حكايه 4 هكتارات كان مصب نتاع زبله وهزيتك البقايا هذيك كليك وحرثته وزرعته بقينا من 2012 بريسكو انا نستغل فيه لين جات استرجاع اراضي الدوله. كاراضي موجوده في الجهات وخاصه في الجنوب اشكاليه في الاراضي الاشتراكيه اللي التفويت فيها والاعطاء الحجج لها مشقه كبيره ياسر للفلاح او لاي ساكن موجود فيه. 2017 جاوا قرار استرجاع الاراضي الدوليه خذوا مني المقسم هذاك وطلبوا مني باش نعاود نصب دوسي على طريق البوسطة يمشي للولاية والولاية هما بعد يلي جاوبوني
صبيت الدوسي مشيت قابلت الوالي حكيت معاه قال لي تهني تو يوصل معناها اول ما يعيطوا للتقسيم هالمقاسم هذوما وتسويه وضعيتهم تو نكلموك والدوسي نتاعك ديجا وصل وانا هاني على علم به ولكن ما عملوا لي حتى شيء لحد الان ما عملوا لي حتى شيء. علاش؟ لان هنا نرجعوا القانون لا يمكن تلقاه في تونس لتقسيم الاراضي او اعطاء اثباتات بان السيد هذا يملك القطعة الارض. هنا تفويت فيها صعيب والارض فيها هنا من الشائكه جدا. كان التحرك نتاعي هذاك وكجري هو كان عقابه انه فكوا لي الارض هذيا وقصوني انا على دون الفلاحين الموجودين غاديك. ظروف صغار الفلاحين أنا باللي نقول لك انا ظروف قاسيه معناها الكلمه ما تعبرش في نهايه الامر. ها هو انا تنعدد لك المشاكل وانت بعد تعرف معناها خلاصه المشاكل تعرف انت تعمل استنتاج للظروف وحدك معناها. معاناة كبيرة اللي عاونوها نساء الفلاحات، نساء تخرج من مرة 3 متاع الصباح تروح قريب 8 متاع الليل، معناها ملي تخرج ما تعرف حتى شيء على ولادها، فما ساعات بلاصة تبدا ما فيهاش ريزو ما يعلموا حتى شيء على ولادهم، لين يروحوا فما أكسيدونات لهنا في لانسارين قريبة البلاصة لهنا برشا أكسيدون ماتوا فيه 3 نساء، قلبت بهم الكرهبة، ماتوا فيه 3 نساء. اليوم الفلاح يعاني من مشكلة أساسية في البذور. علاش؟ تأخذ في حاجة ما عندهاش لا مناعة لا عندها ما عندها حتى شيء، تزرعها ثم تأخذها لها دويات المناعة، دويات النوار، دويات معناها كل خطوة بالدواء نتاعها. نحاولوا أن نرجعوا للزريعة نتاعنا بصفة عامة، البذور نتاعنا، لأن البذور اللي جايتنا من برا وناخذوا فيها من الأماكن بتاعت الفلاحة هي قاعدة بذور تزرعها السنة العام الجاي يلزمك تزيد تاخذ بذور أخرى. حبينا نزيدوا نأكدوا اللي لفاريتي اللي دخلوا من عام 73 بداوا يثمنوا فيهم وجابونا كريم، هما سوا ديزون معناها اصناف محسنه وهي اصناف مهجنه، معناتها التحسين فانسونس، هما عملوا تحسين يمكن باش يولي يعطي روندمون اكثر، اما يموت على الكيمياء يموت، الا كان ما تحطلوش الكيمياء ما يجيش. الفلاحة المستدامة هي تستحق زراعة محلية. وقت اللي بدينا نلوجوا على زراعة البذور ما لقيناش، بدينا نلوجوا ولقينا أربعة فلاحة من الجنوب، بدينا بالجنوب عيطنا لها حفلة وبدينا بالأربعة هذوكم، وبعد قلنا كيفاش ثلاثة سنين باش نكملوا بالأربعة فلاحة هذوكم، وين الزراعة؟ مشينا البنك جينات هيا وين الزراعة التونسية؟ عطيونا وريونا قالوا لنا ما عندنا حتى شيء. مهناش مرشد فلاحي اللي يقول لك معناها، ولا قد يكون مراقبه ولا اداره فهمت ولا تكون تراقب البذور. صعيب ياسر ياسر ياسر. يعني زرعتي هذه الاصليه ما سلمتش فيها، قعدت نخدم فيها من عهد جدي، بعدين انا شديت مشعل على بابا وعلى جدي وكل شيء قعدت نخدم فيها. المعدنوش مثلا الورقيات وكل المعدنوش والسلك والبسباس وكل 90% تقريبا زرعتنا احنا. زريعتي يعني اصلا محافظ عليها اقل مرض بالزراعه والانتاج احسن. علاش احنا قعدنا حفظنا على زريعتنا احنا هذه؟ لان انا نعرفها. نحكي لك على البذور مثلا البطاطا سنة والله اعلم منين جاي، الفلاح ما يعرفهاش وما عندهاش خبره ولا ما عندهاش نقولوا مش مؤطر، معناه اللي يعرف الزريعه هذه هل هي معناها صحيح من طرق صحيح من مصر صحيحه، معناها البطاطا اللي حاجت بها فيها برشا انواع البطاطا فهمت؟ الفلاح ما عندهاش حتى فكره، يمشي يزرع البطاطا تطلع فيها نقولوا مرض فيروس، فيروس هكا جاب الارض نتاعها معناها السمان الاخر ولا حاجه كيما هكا، المره الجايه وقت اللي يزرع في الارض نتاعها خضره اخرى ما تجيش شيء.
لان ضربت سي ضربت فيروس. دينا نعملوا في ريزو صغير نتاع فلاح اللي مازالوا يخدموا بالزريعه المحليه. رقينا حاجه اللي معناتها في بالنا بها ما شفناها بعينينا، اللي الفلاحه هذم كبار في العمر والزريعه قاعده تموت معاهم. الصغار كلي قارين قراو صغارهم ما يحبوش خدمه الفلاحه. شبابنا ما عادش يحب يعيش في الارض هذيا ويعيش التعب اللي يعيشه بابا وتعيش ام كالبنيه ولا لهنا. الريف التونسيه راهي نتمنى لها وان شاء الله انها تصمد وتنجم تتحمل الشيء هذا، لكن من الصعب انها باش تكون اجيال تاع شباب تو انها باش يصبروا معاها ويتحملوا المشاق والحياه الصعبه اللي فيها. توا مازلنا نخموا في بروجيات باش نشجعوا الصغير ولادهم يرغلوا الفلاحه اللي البطاله يرغلوا الفلاحه، خاطر الاراضي مهمله. الفلاح الكبير في العمر ما عادش يقدر يخدم الهكتارات اللي عنده، يخدم بارتي صغيره ما عنده وين يبيع، خاطر ما عندوش زادة شكون يعاونه باش يرقى هو السوق وين يبيع. يبيع ساعات حاجه نظيفه بلاش دويات وبذور وزريعة محليه، يبيعها اقل سوق من الباقي اللي في السوق اللي بالكاجوات وبالقشاره. الاسوام رانا قاعدين كفلاحه هنا نبيعوا بشطر الرسوم اللي قاعد يدور في السوق التونسيه، ما يخلينا من السوق الخارجي. لانك انت كي تبيع كفلاح ب 4500 ونمشي لتونس ولا نمشي لسوسه نلقاه ب 12000 وب 14000 الكيلو، يعني انت راك كانك عامل تحت السيد الموجود في سوسه او في تونس او في خارج الشيء هذا، معناها كعبيد عندهم نخدم. كانت فلاح ومول الارض وتعب عليها، ولكن رغم هذا انك ما تصور شيء في الاخير. اليوم ثم بدائل حقيقيه اخرى للفلاحين وقطاع الفلاح بشكل عام، خاطر معناها اليوم يقول انت راهو هذاك هو الموجود بلغه اخرى كما تقول لك الدوله معناها يشرب يطير قرنك، لو ماهوش هذا. اليوم احنا نحاولوا انه نمشوا نعملوا اجتماعات دوريه كما قلت لك مع الفلاحين، لان نشوفوا بالرسمي اللي ثم حلول. احنا مانيش نطرح في المشاكل، رانا نطرح في المشاكل ونحاولوا ايجاد حلول. الحلول هذه بطبيعه الحال معناها بالنقاش معنا بيننا وبين الفلاحين. اسسنا جمعيه نفس اللي هي نحو فلاحه سياديه في غياب هيكل يجمع والا يدافع على الفلاحين الصغار باش نحاول نعوضوا بها الغياب نتاع اتحاد الفلاحين والا اي هيكل تنظيمي يجمع والا ينظم نشاط صغار الفلاحين. معنا مجموعه نتاع فلاحه ومعنا مجموعه ناس مش نجم تكون قريبه من الفلاحه. قطاع الفلاحه تحب ولا تكره في الاخر هو معناها قطاع يعني الناس الكل، ماهوش يحكر معناها على الفلاحين ولا ماهوش يحكر على لا بالعكس الناس الكل تعناها امر الفلاحه. بطبيعه الحال ثم مسافات، ثم انسان تلقاه قريب بحكم عنده ارض وكذا ومعناها مرتبط حتى لانه لهنا الفلاحه مهنه تقريبا الناس تاخذ حتى عن اباها وجدودها فثمك معناها الارتباط بالارض، معنى الارتباط بالارض وثم هذا الاساس. انا علاش تكونت الجمعيه قلت لك كاطار تنظيمي جديد بعيد على الاشكال الاخرى اللي هي بصراحه اصبحت معناها لا تضيف شيء لا للفلاح ولا للفلاح. معناتها توا احنا نخموا كجمعيه ونجحنا فيها، خاطر توا السنه عملناها في شنان يقابس، عمناول في الكيف، ندوروا هكا خذينا ديسيزيون ندوروا في كل مره في ولايه. علاش؟ خاطر نخليو بسمه ورانا، كل مره نجي ونحركوا هكا المخاخ، نعملوا ورشات، نعملوا نقاشات باش الفلاحه اللي يجيو ويشوفونا ونلوجوا ديما بقع على الكياس الكبير باش يدخلوا العباد الكل ينجموا يدخلوا ويفكروا معناتها يبداو يخموا زاده على اش قاعدين ناكلوا وين الدوله شنو هي الوضعيه نتاع الفلاح. الحقيقه الموضوع الكبير مفارقة بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. فما فلاح في جيرة بوزيد يعني 70 سنة وإلا 80 سنة والخبرة والتجربة والحياة تعلم يسألوا فيه على المفهوم هذايا متاع السيادة الغذائية. جاوبهم في جملة، قال لهم باش يكون قرارك من راسك لازم خبزتك تكون من فاسك.
لا يمكن فهم مسألة السيادة الغذائية على أساس السيادة على مستوى وطني معناها في تونس فقط، لكن أنا أقول السيادة الإنسانية على الغذاء، لأنه هناك معركة حقيقية اليوم بين توجهين في العالم، هو التوجه العولمي الذي يهدف إلى تفقير الإنسان وجعل الإنسان كسلعة من خلال مسألة الغذاء، وفما توجه آخر في العالم كيف هو توجه إنساني يهدف إلى الحفاظ على الإنسان ككيان وكقيمة وكتعامل معه تعامل إيثيقي جمالي. فهمتوا؟ الغذاء في نهاية الأمر ولا حتى هو سلعة ما بين السلع، وكيف كيف آلية من آليات الهيمنة. وتعرفوا كيف كيف الأقولة الشهيرة تاع بلاد تاكل من وراء البحر ماهيش بلاد. حتى نحضر في ديسيمينار في الفلاحة، واحد ديما تلقى موظفين من الفلاحة يجوا ما تلقاش فلاحة، ما يمسوش الفلاح مباشرة، يلزم هذه الفلاحة قاعدة تعمل في برشا حاجات، تعمل في برشا إعانات، لكن بكلها تمشي يجوا مش يعملوا سيمينار، تلقى كان ديزانجينيور وموظف ما عنده حتى دخل، شوفير تلقى شد قاعد في الكرسي لكن ما يستنفع حتى بشيء. خروج من الحلقة المفرغة متاع الاضطهاد ومتاع تفقير ومتاع هذاك الكل ما ينجم يبدأ كان بها الوعي، الخطوة الأولى القدام نحو مشروع مجتمعي بديل للفلاحة دور أساسي فيه، كما عملوا البذور المحلية المحافظة عليها ماذا بينا زاد حتى كالأشجار المعمولة هذي كما الزيتون اللي يجيبوا فيه من إسبانيا، واحد راهو ينتج فترة معينة حكاية 20 سنة وبعد يبدأ يعطي كابتين وكاب. عندنا زيتون موجود في نعرف ثم زيتون في الهوارية عنده 2500 سنة وقاعد ينتج، احنا ماذا بينا نرجع لك الجر القديم معناتها مش بالهذا بالطريقه بك الانفيترو اللي قاعد فيسع شجره في عام تلقاها نبته وتلقاها معبيه بالزيتون تعطيك فتره معينه وبعد تمشي على روحك. المشروع الوطني البديل كان اذا كان نحكيو على الزراع على المجال الزراعي ولا حتى على مجالات اخرى، خاطر يمس المستهلك يمس الناس الكل. الموضوع هذايا الارض في تونس تعيط وتعاني، ما فماش اون استراتيجي بوليتيك واضحه باش نصلحوا اراضينا وباش نحسنوا. نورمال عار علينا في تونس باش نستوردوا التبن ونستوردوا القرد ونستوردوا القمح ونستورد ومعناها ونبعثوا زيوتنا لبرا واحنا ناكلوا في الزيت المستورده. هذايا يا ناس لا دي دي تي متاعنا لازمنا نحافظوا عليها. يا فلاح يا توانس، من الجنوب الى الغرب الى الشرق الى الشمال كونوا كلمه واحده. انا نقول لهم المغروم بحاجه يواصل، راهو مش يجي نهار وننتصر، مش يجي نهار وناخذوا حقنا.